من فوائد معرفة مقاصد الشرع وهو استثمارها في الأحكام الشرعية، وهذا الاستثمار إنما يكون لطالب العلم ومن عني بالفقه. ولنعلم أن المقاصد بعضها تكون وصفا ظاهرا منضبطا فتناط به الأحكام فتكون عللا، وبعض هذه المقاصد لا تكون وصفا ظاهرا منضبطا وإنما تكون حكما يرجح بها عند الاختلاف ولا يناط بها الحكم. المقصود من ذلك أن من صفة استثمار هذه المقاصد في الترجيح في الأحكام مسائل. أضرب لك أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل البسط والاستيعاب. من ذلك أن المرء إذا كان مسافرا فإن بعض أهل العلم وهو المشهور عند بعض الفقهاء يقولون إنه يستحب له أن يفطر ولو كان صومه لا مشقة عليه فيه، ولو كان لا مشقة عليه، في طائرة يركبها، في مكيف فوق رأسه لا حر عليه، ومع ذلك يقولون الأفضل له أن يفطر، وهذا أحد قول العلماء في هذه المسألة فيستحب له الفطر. أين ذلك من المقاصد؟ نقول هذا تحقيق لأعظم المقاصد وهو المقصد الأول، امتثال أمر الله عز وجل. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حتى إذا كان في آخر حياته ترك الصوم في السفر، فدل ذلك على أن المرأة يستحب له ألا يصوم في سفره وإنما يفطر، وإن صام صح. وهذا من باب الترجيح في المسألة، فانظر هذا من أعظم الفقه للحديث وللمقصد الامتثال، كمال الامتثال. ولذلك لما جاء الصحابة في يوم عرفة فأرادوا أن يصوموا قيل لبعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فقالوا إنه له حاله ولنا حالنا، فأشار بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أمام الناس على دابته فيفطر أو فيشرب الماء، فلما رآه الصحابة كلهم امتثلوا هذه السنة وأفطروا معه. إذن هذا من الاستثمار في الأحكام. من صور أيضا هذا أن المرأة إذا كانت عليه مشقة في صومه خارجة عن العادة، وقد أطال الفقهاء في الصوم الذي في المشقة التي يجوز لها الفطر، إذا خرجت المشقة عن العادة فإن الأفضل في حقه أن يفطر. بعض الإخوة يكون مريضا وهذا المرض يشق به مشقة كبيرة خارجة عن العادة، إما أن يكون المرض الصوم معه يزيده، أو أن يكون الصوم يؤخر برأه، أو أن يكون مع صومه زيادة في المشقة كبيرة، ومع ذلك يترك الرخصة وينتقل إلى الأمر الآخر وهو الصوم ولا يعمل به. وفقهاؤنا يقولون إن المريض إذا كان الصوم يضره بالأمور التي أوردتها قبل قليل فإنه الأفضل في حقه أن يفطر، الأفضل في حقه أن يفطر، بل لربما قيل يحرم عليه الصوم إن كان يضره ضرا شديدا. وهذا من استثمار المقاصد في الأحكام. من ذلك أيضا في قضية الاستثمار وهي كم بقى الوقت؟ 4. وهي الأمر الأخير وأختم به حديثي، وهي مسألة أن المرأة يترك الجدل عند صومه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قلت لكم قبل إن المراد بالمقاتلة إما مقاتلة اليد أو أن يكون المراد بالمقاتلة مقاتلة اللسان وهي المحاججة وهو الجدل. ومن أكثر ما بلي به المسلمون عامة وطلبة العلم خاصة كثرة الجدال والمراء،